إذن هذه صور مباشرة نتابعها معكم مشاهدينا لاستمرار القصف بشكل عنيف على قطاع غزة. إذا مشاهدينا نتابع معكم في هذه الصور المباشرة استمرار القصف العنيف على قطاع غزة. هذه صورة طبعا من بعيد، ولكن حينما نقرب الصورة يظهر حجم الدمار الذي يخلفه القصف العنيف المستمر على قطاع غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.